أن اليوم السياق الذي تأتي في هذه الندوة كما تتبعتم أنه بعد ما استنفذ الهيئة الوطنية كافة السبل للحوار وسن حوار هادئ مع الوزارة المعنية اللي هي وزارة العدل. شكرا لكم على التفاعل ديالكم والتجاوب مع الدعوة اللي وجهناها لكم من أجل تغطية هذا الحدث ديال الندوة الصحفية التي من خلالها نروم يعني تقديم أسباب ودوافع ديال اللي جعلت الهيئة الوطنية يعني خوض هذا الإضراب ديال 3 أيام ابتداء من الغد أي أيام 18 و19 و20. طبعا جاء القرار هذا بعد استنفاذ كافة السبل يعني ديال الحوار مع الوزارة المعنية هي وزارة العدل، وبعدما يعني مرورت يعني 3 المشروع هذا اللي تنهدفوا إلى إخراجه ليكي يلبي طموحات ديال المهنيين ولا كذلك المرتفقين، جاوز واحد العقد من الزمن وهو برفوف ديال الوزارة الوصية وزارة العدل. إذا مرور 3 وزراء للعدل بدءا من الأستاذ مصطفى الرميد إلى الأستاذ محمد وجار وحاليا الأستاذ محمد بن عبد القادر. إذا كان هذا القرار ديال اللي خدته الهيئة الوطنية ك يعني احتجاج أو كرد على يعني عدم استجابة أو يعني عدم وفاء الوزارة ديال العدل بإخراج واحد القانون اللي هو في مستوى طموحات ديالنا جميع. إذن كانت الوزارة عبر ممثلها على أساس أنه لا يمكن الاستجابة لمطالب سادة العدول وخاصة فيما يتعلق بمطلب ديال الاستقلال عن السلطة القضائية عن السلطة ديال القاضي التوثيق. إذا هذا ما جعل بأنه يعني رأت فيه الهيئة الوطنية أنه عدم يعني تنزيل ديال المقتضيات الدستورية اللي هي ربط المسؤولية بالمحاسبة بطبيعة الحال، هذا يعني كمبدأ دستوري تطالب الهيئة منذ يعني صدور ديال 2011 إلى يومنا هذا بهذا التكريس هذا المبدأ ديال يعني ديال الاستقلالية. هذا بطبيعة الحال بالإضافة إلى نقاط أخرى سنعلن عنها خلال هذه الندوة إن شاء الله التي تتعلق برفض كذلك وزارة العدل للاستجابة إلى هذا يعني المطالب ديال المشروع اللي تنعتبروا أنها مشروعة، وبطبيعة الحال هذه فيه خدمة ليس فقط يعني للمهنيين ولا إنما كذلك لباقي المتعاملين وخاصة المستمرين وغيرهم بما يتعلق. وإذا علمنا على أن المهنة هي مهنة تدبر يعني في كثير من المجالات والقطاعات الشأن العام، إذا وجب كذلك أن تنال حظها من الإصلاح العميق والشامل، ولا يمكن القبول تحت أي ذريعة وتحت أي مسمى إلا يعني نيل ديال المطالب ديالنا كاملة بطبيعة الحال وفق ما خوله الدستور. إذا كتأتي هذه الخطوة النضالية أولى في انتظار يعني أن يتخذ المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية يعني خطوات مستقبلية من أجل يعني الضغط أملا في يعني أن نجد أذانا صاغية لا من المسؤولين داخل وزارة العدل ومن باقي القطاعات المتدخلة. وفي هذه المناسبة أننا أريد أن أجدد لكم الشكر لأنه تنعتبروا على أن الرسالة ديال الإعلامي هي إيصال صوت ويعني المهنة أو المهنيين لكي يطلع عليها الرأي العام، وحتى كذلك من أجل تنويره ويعني عارف عن حقيقة وعن قرب ما هي الأسباب والدواعي التي دفعت الهيئة الوطنية لخوض هذه المحطة النضالية ديال الإضراب ديال 3 أيام. إذا شكرا لكم مرة أخرى على تفاعلكم وتجاوبكم مع دعوتنا. بالنسبة للمطالب التي طلبوها الهيئة خلال النقاشات عن طريق اللجان المعينة التي تناقش الوزارة الوصية من على رأسها الاستقلال عن مؤسسة قضاء التوثيق، التلقي الفردي كمطلوب، عدد الشهود اللفيف الذي يقل إلى عدد 5 شهود، مسألة تسمية المهنة بمهنة التوثيق العدلي اللي هما ما يعني
يعني بقاو مقررين عليها نفس التسميه واعتبرها من بين الخطوط الحمراء. كذلك عدم الاستقلاليه بقضاء التوثيق، وكذلك عدد الشهود ارتبطوا بها والترقي الجماعي يركزوا عليه. وهذه الخطوط الحمراء اللي معتبره خطوط حمراء لا يمكن ان تناقش، الشيء اللي جعل الهيئه الوطنيه ممتلئه بالرجال اللي هي تناقش الوزاره انها تطلب واحد مده معينه لاجل الاضراب، إضرام على العمل حتى يستمع لها الرأي العام، وحتى الوزارة أن يكون لها واحد الرد على هذه المطالب. هذو هما المسائل اللي هي دعات الهيئة الوطنية أنها تخلق واحد النوع ديال ورشات إضرابية. إذا كان شيء رد فعل تجاوب من طرف الوزارة على هذه الخطوط الحمراء اللي اعتبرتها هي خطوط حمراء، ما كاينش مشكل. إذا لم يكن فاحنا يعني عن طريق الهيئة الوطنية باعتبار الناطق الرسمي للعدول أنها تحدد ورشات إضرابية أخرى اللي غادي تجي في الوقت ديالها.